أحييكم مشاهدي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى السفارة الإسرائيلية في نيكوسيا يسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم سائق السيارة وجرح 19 آخرين. ومنظمة أبو نضال تعلن مسؤوليتها عن الحادث وتقول إنه رد على عملية اغتيال أبو جهاد في الشهر الماضي. وزير الخارجية شيمعون بيريس يجتمع مرة أخرى اليوم في مدريد في إطار مؤتمر الاشتراكية الدولية مع المندوبين السوفييت، ويقول بعد الاجتماع إن الاتحاد السوفيتي مستعد لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا اتفق على عقد مؤتمر دولي للشرق الأوسط. المجلس الوزاري المصغر يبحث اليوم موضوع حل قضية طابة، ووزير الدفاع يقول إنه سيعرض في الأسبوع القادم على المجلس نظام إقرار العمليات العسكرية المختلفة خارج حدود الدولة. الملك حسين يصرح لصحيفة القبس الكويتية بأن الأحداث في المناطق لن تحرر الأرض، ولكنها قد تسهم في التعجيل في حل القضية الفلسطينية، ويقول إنه لا يعرف ماذا ستسفر عنه خطة شولتز، ولكن المصداقية الأمريكية وصلت إلى درجة الصفر ويترتب على الأمريكيين إعادة بنائها. وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز ووزير الخارجية السوفيتي أدوارد شيفرنادزي يبدأان في جنيف يومين من المحادثات للتمهيد لقمة موسكو بين الرئيس ريغان وغورباتشوف في نهاية هذا الشهر. الأوساط الإسرائيلية تتوقع أن ينتهج رئيس وزراء فرنسا المكلف ميشيل روكار سياسة متوازنة إذا النزاع العربي الإسرائيلي تضمن في أساسها مصالح فرنسا في المنطقة. كان هذا موجز الأنباء، نوافيكم بالنشرة الكاملة في 7:30. فإلى اللقاء. أعزائي مشاهدي التلفزيون الإسرائيلي، أسعد الله مساءكم. إلى حضراتكم عرضا لبرامجنا لهذا المساء. بعد العرض مباشرة الزراعة العصرية، في 7 تمام الصحة، وفي 7:30 النشرة الإخبارية المصورة. سيداتي سادتي، أحلى الأوقات أرجوها لكم معنا.